أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: نتنياهو في واشنطن، يهودية الدولة وعدم عودة اللاجئين والبقاء العسكري في غور الأردن شروطنا لاتفاق سلام. الحكومة الأردنية تتراجع عن الحقوق المدنية وتتجه لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب امتيازات. الصلح الإسرائيلية تحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي 8 أشهر ومثلها مع وقف التنفيذ. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: نتنياهو يطلق النار على المفاوضات أمام الأيباك، القضاء المصري يحظر أنشطة حماس ويغلق مكاتبها، الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات لضباط وعملاء إسرائيليين، التربية تبدأ باستقبال طلبات التوظيف للمعلمين والمرشدين اعتبارا من الأحد. ونطالع في الأيام: القضاء المصري يحظر أنشطة حركة حماس ويقرر التحفظ على مقراتها ووقف التعامل معها، نتنياهو يتشدد في واشنطن حول يهودية إسرائيل ويهاجم بعصبية حملة ونشطاء المقاطعة الدولية. مسؤول فلسطيني: أمريكا وإسرائيل تمارسان ضغوطا شديدة لانتزاع جميع أوراقنا القوية، وإسرائيل اقتراح قانون يفرض بالقوة كسر إضراب الطعام عن الأسرى. إلى الصحافة الدولية، ونطالع في الشرق الأوسط السعودية العناوين التالية: أوباما لبوتين، تصريحاتك لا تخدع أحدا وندعو لمراقبين دوليين فورا. المشير السيسي يقول: لا يمكنني تجاهل رغبة الأغلبية في ترشحي للرئاسة. سوريا سلمت ثلث ما بحوزتها من الكيماوي. نتنياهو يطالب واشنطن بالضغط على طهران للتخلص من قدراتها النووية. عباس يؤكد استحالة تمديد مفاوضات السلام من دون وقف الاستيطان. ونطالع في الحياة اللندنية: انحسار خجول للتوترات بين موسكو وكييف. اجتماع باريس لدعم لبنان يستهدف حمايته من تبعات الأزمة السورية. النظام يضيق الخناق على يبرود جوا وبرا. والسيسي لن يتجاهل مطالبات ترشحه، وصباحي يدعو إلى انتخابات نزيهة. ختام أقوال الصحف، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.